بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات التعليم او التعلم والتدرب على برنامج او موقع بريزي. احنا في قائمه دلوقتي انسرت، اللي هو قلنا اهم قائمه في البريزي. انسرت يعني ادخال، بندخل صوره او سيمبلز، رموز واشكال او فيديو من اليوتيوب او المفضله. هنا دي مش هتبقى شغاله، لكن دي عباره عن شارتس او رسومات بيانيه، وتبقى شغاله في النسخه المدفوعه بفلوس، يعني مش المجانيه. لي اوت هنتعرف عليها حالا دلوقتي، وفي ثلاث حاجات هناخدهم نبدا بيهم لان هم سهلين جدا، اللي هم درو ارو، رسم سهم او رسم خط درو لاين او هايلايتر، ان بعمل تظليل لشيء معين. هنا اد باك جراوند ميوزك، او بضيف موسيقى او صوت، مش شرط الموسيقى طبعا، ممكن اضيف دعاء، قران، وات ايفر، ايا كان صوتي انا. هنا اد فويس اوفر تو باث ستيب 1، يعني مثلا في خطوه معينه يوم جاي حاطط فيها صوت في خطوه معينه، مش لازم يبقى الفيديو كله او العرض كله. هنا بضيف ملف، هنا اربع ثلاث انواع من الملفات الحقيقه، البي دي اف او الفيديو او الباوربوينت بانواعه. هنا باوربوينت، وهنعرف الفرق بين الاثنين ايه. هنبدا بالشيء البسيط. رسم سهم. مجرد ان ضغطت شكل المؤشر بتاعي اختلف، فانا عايز اعمل سهم مثلا من هنا اهو لهنا بكل بساطه. بيطلع عندي ليه اربع حاجات او خمسه، ادي اللون بتاعه، اقدر اغيره زي ما انا عايز بالشكل ده اهو، اقدر اغير اللون زي ما انا عايز، يبقى ده اللون. هنا سماكة الخط اهو، اخلي السهم سميك او رفيع ايا كان. هنا احطه في المفضلة، هنا احذفه، هنا حذفته اهو، هرجع تاني ديليت اندو، اقف عليه مرة اخرى، هنا احطه في المفضلة، ضغط بحيث اهو زي ما انتم شايفين اتسيف في الصندوق بتاعي في الفولدر المجلد اللي اسمه مفضل. خلاص، وهنعرف دلوقتي هنعمل بيه ايه. ادي هنا التلات ازرار دول او التلات مستطيلات الصغيرين، الرفيع ده اللي في قدام هنا مش اهو، اخد السهم ده احطه بس بره الصندوق اللي جوه عشان اعرف اتعامل معاه اهو. هنا اقدر اخليه اطول اقصر زي ما انا عايز بالشكل ده، وهنا نفس الكلام في الاسفل. اللي في النص بقى زي ما يحوله لي الى الشكل اللي احنا شايفينه ده، اللي هو زي قوس بالشكل ده. نفس الكلام اللي بينطبق على السهم بينطبق على الخط. لو رحت قلت رسم خط، نفس الكلام اهو، بنفس الطريقة اقدر اقصر او اطول او احطه زي ما انا عايز او اغير اللون بتاعه، كل ده في مقدوري بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا ازاي نحط خط وازاي نحط سهم. الهايلايت اهو بكل بساطة اهو، واروح اعمل هايلايت على جزء مثلا من الكلام بالشكل ده زي ما انا عايزه عشان الفت النظر اليه او ما شابه يعني. واضح كده؟ يبقى احنا شفنا تلات حاجات دلوقتي، اللي هو ارسم سهم، ارسم هايلايت، اعمل تحديد او تظليل، وارسم خط. عشان نستفاد بالمره باللي احنا عملناه اللي هنا، هعمل هنا الخط ده كمان اهو، واحطه في المفضله هو كمان بالشكل ده باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.